يا مساء الصحة والسعادة على كل مشاهدينا في كل مكان. فقرة جديدة ويوم جديد من برنامجكم طبيب البلد. إهمال للبشرة بيكون بداية لخسارة جمالنا بالتدريج، وإننا نخسر جمالنا بيكون ليه أسباب كتير قوي، منها إن البشرة بتكون شاحبة أو فيها مثلا أثار حبوب، فيها تصبغات، إلخ إلخ. عدد كبير قوي من المشاكل الخاصة بالبشرة ممكن تقلل من الثقة بالنفس، ولأن من الضروري قوي إن يكون عندنا ثقافة الاهتمام بالبشرة منذ الصغر، إلا وأن من المؤسف جدا إن في بنات وسيدات كتير قوي مش بيعرفوا يميزوا نوع بشرتهم، ودي من أكتر المشاكل اللي بتخليهم يتبعوا أساليب خاطئة للعناية بالبشرة. هنا بقى بتتفاقم المشاكل وبتزيد. طيب ايه هي انواع البشرة؟ ازاي اعرف اعتني ببشرتي عشان اقدر اقيها من العوامل الضارة؟ وازاي اكون انا الحد اللي بيديها التغذية الكاملة وتكون لفترة اكبر، ونقدر نحافظ على بشرتنا بفترة اكبر من الشباب والحيوية؟ خليكم معانا علشان تعرفوا معلومات مهمة جدا عن نوع البشرة والروتين المغذي للبشرة مع الدكتور اللي منورانا دايما، دكتور دينا ابو السعود. برحب بيكي دكتور معايا. اهلا بيكي يا مي، منورانا كالعاده. بنورك طبعا. دكتور، المشكله اللي ناس كتير قوي بتعاني منها ويمكن بتخليها تضطر ان هي تتبع روتين خاطئ، ان هي ما بتبقاش عارفه تحدد نوع بشرتها. يعني مثلا لو هي بشرتها دهنيه تلاقيها بتستخدم منتجات خاصه بالبشره الجافه، وده بيضر جدا. والعكس. يعني صح. نعمل ايه علشان نعرف نوع بشرتنا؟ نوع البشره طبعا احنا لازم نعرف نوع بشرتنا. يعني البشرة الجافة بتلاحظي انها وشها بيبقى شاحب جدا، بيبتدي يظهر لها علامات التقدم في السن من تجاعيد، من تصبغات في سن العشرينات لو بشرتها جافة قوي. وشها مفهوش مرونة، وساعات في الشتاء يبتدي يحصل فيه تقشير. دي البشرة الجافة. طب البشرة الحساسة ايه؟ انها بتصحى من النوم بتلاقي وشها بقى احمر، مش فاهمة هو في التهاب ليه، نزلت اتعرضت لشوية تراب بشرتها بتلتهب. بتحط كريمات مناسبة ساعات لناس وبتيجي عندها هي تعمل لها مشاكل. دي البشرة الحساسة. البشرة الدهنية اللي بتلاقي فيها طول الوقت وشها اويلي، وشها فيه زيوت، وشها فيه حبوب، وفيها بلاكس. البشرة المختلطة بتبقى التي زون، يعني دول جافين، والتي زون عندها فيها بلاك هيدز كتير جدا. الحته دي على طول عندها والحته دي مزيتها. هي دي انواع البشره، فلازم نبقى عارفين ايه نوع بشرتنا. بس الحلو اللي انا جايه اتكلم فيه ان كل انواع البشره اتكلمت عليها هتقدر تستخدم منتج تقدر تعالج بيه مشاكل علامات التقدم في السن، وتقدر تعمل وقاية من الشيخوخة المبكرة، وتقدر تغذي بشرتها، وتقدر تخلي بشرتها فيري سوفت زي نعومة الأطفال، اللي هو كريم بينكي. جميل. كريم بينكي من أهم الكريمات اللي موجودة في الماركت دلوقتي، لأنه الحقيقة هو منتج علاجي جدا. يمكن بتلاقي بنات صغيرة في السن عندها مشاكل كتير جدا، ممكن بنات صغيره في السن ما عندهاش مشاكل فما تستخدمش كريم بينكي، على فكره فجاه بتلاقي مشاكل. يمكن بعد سن ال 25 سنه نسبه الكولاجين بتقل، ولما نسبه الكولاجين طبعا ايه الكولاجين ده؟ بروتين اساسي لصحه بشرتي ولمرونه بشرتي ولشباب بشرتي. كلنا طبيعي بعد سن 25 سنه المخزون بتاعه بيقل تحت الجلد. انا ما بشوفش ده بالعين المجرده، بس بيبقى عندك مشاكل، نقص فيتامينز، نقص كولاجين، نقص الحاجات دي، فجاه بعد الموضوع لما يوصل للنقص الكتير جدا بتصحي من النوم بتلاقي ايه ده؟ بتلاقي بنات كتير كده، اللي هو ايه ده؟ هو انا امتى التجاعيده دي طلعت لي؟ انت ما كنتيش حاسه ان في نقص، فانا لازم اعوض النقص ده. ازاي ان انا ابقى بنت ذكيه؟ حتى اللي هو البنات اللي في العشرينات شكلها حلو وبتعتمد على الشكل ده وفاكره انها توصل للستين نفس الشكل، استحاله استحاله. شفنا كتير نماذج بنات حلوين جدا لما كسروا الخمسين شكلهم باظ. صحيح. فازاي اقدر اكسر الخمسين والستين وشكلي زي ما هو، بالعكس احلو، ازاي يبقى معايا ولادي واحفادي وشكلي هانم في نفسي وحلوه؟ ان انا استخدم كريم بينكي. الحقيقه طيب دكتور، السن ده لا مفر منه، كلنا هنكبر وكلنا هنعجز، و كل مرحلة عمرية خاصة بالسيدة ليها جمالها طبعا، ولازم ان احنا يعني ننبسط بيها، لكن طبعا بكنا احنا سيدات نحب الجمال.
ونحب دايما نبقى مظهرنا دايما شباب. مش هقولك ازاي ما نكبرش، انا هقولك ازاي نقدر نأخر ظهور العلامات التقدم في العمر شوية علشان نقدر ان احنا نستفيد بالمرحلة العمرية اللي احنا فيها. لانه بنشوف بنات للأسف عندهم مثلا 20 سنة تديها سن اكبر من سنها، طب هي ليه شكلها مش باين ان هي عندها 20 سنة، وليه شكلها مثلا عندها حاجة و30؟ انت بتلاقي دلوقتي علامات التقدم في السن والشيخوخة، دي اسمها شيخوخة مبكرة، نظرا لان الجيل دلوقتي غير جيلنا او الجيل اللي قبلينا او اللي قبلينا. يمكن لما بنشوف ممثلات زمان ايه الجمال ده، ولا كان في وقتها تجميل ولا في فيلرز ولا في حاجه خالص، وهم حلوين خلقه ربنا. طبعا ربنا بيخلق كل الناس حلوه لان هو خلقنا في احسن تقويم، بس لازم نحافظ على صحتنا، دي مهمه قوي لان صحتنا دي امانه، فلازم اعرف احافظ على صحتي، واي ست تحافظ على جمال بشرتها. صحيح. انا بقول ان كريم بينكي الانسب لكل الاعمار، البنات الصغيره اللي بتشوف فيها تجاعيد، اللي بتشوف فيها تصبغات وحبوب شباب ووش مش نضر. يعني انا دلوقتي عندي 20 سنه وشي مش نضر، هشوف النضاره امتى بقى؟ والكرمشه دي دكتور يعني ليه الصغيرين بقى وشهم مكرمش؟ الاكل ما بقاش زي الاول طبعا، عشان كده بقول يا جماعه ناكل، نقلل ملح، نقلل سكريات، نقلل دقيق، لان الحاجات دي اسمها السموم البيضاء. نقلل الكلام ده، ولو مش قادرين نقلل السكريات نستبدله، يعني لو بلاش العصائر اللي فيها سكر ارجوكم، لان فعلا بتاثر جدا على البشره. في عصائر من غير سكر نقدر نشربها، او نعصر البرتقال ده احسن حاجه. نستبدل السكر لو مش قادرين اللي هو الدواء، مش السكر اللي هو بتاع الدايت السويتنر. نقلل الملح في الاكل، الحاجات دي بتعمل بقى ضغط وبتعمل سكر، بتعمل مشاكل كتيره جدا غير مشاكل الصحه بتظهر فعلا على الوش. نقدر نعوض يا دكتور المشاكل اللي حصلت لبشرتنا الفتره اللي فاتت من سواء اهمال في التغذيه او هو اهمال نتيجه ارهاق او قله نوم او ايا كان طبعاً. المشاكل دي بكريم بينكي؟ طبعا، يعني انا بقول ناكل اكل صحي ونستخدم كريم بينكي. كريم بينكي الانسب اولا كله مضادات اكسده، تصبغات البشره نتيجه مضادات الاكسده، اولا الشمس بتصبغ البشره، الشمس بتعمل شيخوخه مبكره للبشره سواء صيف او شتاء، مش بس صيف. دلوقتي بتلاقي السن الصغير سموكينج، بيشربوا سجاير وشيشه، بتلاقي طول الوقت واقفين في المحلات الجانك فود، بيموتوا في الجانك فود طبعا، وده مش حاجه صحيه ابدا، مع انه طعمه حلو يعني. وانا كنت بحب الجانك فود بس بطلت دلوقتي. طعمه حلو وبيتخن. وبيتخن ايوه، الناس كلها بتقول يا مي انت خسيتي ازاي، انا ما عملت، يقول لي الدكتوره دي عملت عمليه، لا انا وقفت سكريات ووقفت جانك فود، وقفت المي المشاريب اللي فيها الصودا، الحاجات اللي فيها مياه غازيه يعني. وبستخدم كريم بينك، فدي حاجه حلوه قوي. وكريم بينكي انا بقول انه هيعمل ضجه وهيعمل نجاح كبير جدا، لان انا لمست ده يا مي على ارض الواقع، ولمست ده لما بنزل الـ 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 في اي حته سوبر ماركت او في الشارع او في مول، يقول لي يا دكتوره دينا انا استخدمت كريم بينكي، وبحب اسمع الاراء. اكتر من ممتاز، الستات كلها مبسوطه، وانا بحب اقولها طب انت كان عندك مشكله ايه؟ تقولي انا عندي مشكله كانت الهالات السوداء كانت باينه قوي، ودي بتأدتني عدم ثقه بنفسي، ومهما حطيت ميك اب تحت العين، كونسيلر، مش عارفه ايه، بيبان. فبتقولي الهالات السوداء عندي اتحسنت جدا في خلال شهر. فدي حاجه حلوه جدا. ست تانية بتقول لي كان عندي اثار حب شبابي، يعني النقط البني لما بتيجي حبوب الشباب ولع فيها طبيعي ان ساعات بتهرشني يعني، فده مش صح يعني. فبتقول لي لا حسنها جدا يا دكتوره دينا. فانا بقول الانسب في التفتيح وعلاج التصبغات والهالات السوداء لاي عمر ولاي نوع بشره هو كريم بينكي. طب دكتور انت قلتي حاجه عجبتني قوي، منطقه حوالين العين دي بتكون منطقه حساسه، ودايما لما بنيجي نستخدم اي كريم او اي منتج او حتى لو بنعمل ماسك طبيعي في البيت يقول لك ابعد عن منطقه حوالين العين لان هي حساسه جدا. افهم من كده انه كريم بينكي بقى كريم امن لكل مناطق طبعًا الجسم مثلا طبعًا ولكل الاعمار والتحت العين مهمه قوي. مش ما نحطش حاجه تحت عينينا، احنا مجرد تجربه، تحت العين اكتر منطقه حساسه في الوش وفي الجسم، يمكن اكتر حاجه حته حساسه تحت الابط، وتحت الابط مشكله بنات كتيره جدا بتعاني من غمقان، بتبقى زي القمر، بس وانس انها رفعت ايديها كل جمالها ده بيروح لو تحت الابط غامق. صحيح.
فتحت القبط مليان غدد، ما حدش يستخدم ديودرنت مش سيف او مزيل عرق مش سيف. طريقه ازاله الشعر تبقى طريقه امنه جدا، لازم ناخد بالنا جدا من تحت القبط. انا بقول ان كريم بينك هيخلي تحت القبط ناعم عندها جدا، لو عندها اي غمقان تحت القبط هيفتحها جدا وهيخلي تحت القبط لونه فاتح وشكله حلو. عندك بنات كتير داخله على جواز وعندها البيكيني لاين غامق، والموضوع ده هيحرجها جدا جدا وقت الجواز. طيب تقول لي العروسه انا استخدمه امتى يا دكتوره دينا؟ قبل الجواز. انا بقول على الاقل بثلاث شهور هتلاقي منطقه البيكيني عندها اتفتحت ومش هتبقى مكسوفه خالص من شكلها. بنات كمان عندها الركب الغامقه، المنظر مش لطيف ابدا لما الاقي واحده لابسه ميني جوب وزي القمر وركبتها سودة. نتيجه نشفان الركب السودة بتبقى النشفان فيها جامد جدا وما فيهاش ميه، فبالتالي النشفان بيغمق. فانا استخدم حتى عند الركب السودة، لا هحتاج بقى احط ميك اب على ركبتي ولا هحتاج البس كولون عشان اوحد لون ركبتي، كل الكلام ده هيختفي. والبنات اللي عندها كوع طول الوقت احنا بنسند، صحيح. فطبيعي ان كوعنا بيغمق. طيب انا اعمل ايه؟ كل يوم الحتت دي احط فيها كريم. الستات اللي طول الوقت قاعده في المطبخ وبتطبخ بايديها وبتحط ايديها في الميه كتير جدا، ايديها بتنشف قوي، بتجعد بدري والعقل بتبقى غامقه. صحيح. انا بقول لها طب خلاص قبل ما تغسلي المواعين البسي جوانتي. مين هيلبس جوانتي؟ كلك. واحنا كل شويه بنخش نغسل كوبايه، محدش فينا بيفكر في ده. فانا بقول احنا على طول كريم بينكي معانا، سواء في البيت وسواء في الشارع على فكره. لان احنا دلوقتي كلنا حاطين الكحول معانا عشان التعقيم. طيب الكحول بينشف جدا، فانا لازم طول الوقت ارطب ايدي. ودلوقتي في الشمس انت لو قعدتي 5 6 ساعات بره مش قادره، ايدك مش قادره تعملي كده من كتر النشفان. صحيح. فعلى طول ارطب ايدي عشان انا ايدي مهمه. طبعا الايد مهمه، ان بتبرز اولا سن الست وجمال الست والاعتناء بنفسها. فانا صحيح. بقول لازم الست تهتم، ده ما بتخباش، فاهتم بيه كويس قوي واهتم بتفاصيل جسمي كمان. طيب دكتور، يمكن كتير قوي مننا بيهمل في التغذيه الصحيحه وبنهمل في طريقه استخدام المنتج، لانه ساعات بيبقى فيه منتجات كتير قوي، ده بتاع تحت العين وده بتاع الجسم لوحده وده بتاع القدمين علشان التشققات ومش عارف ايه، فبنلاقي نفسنا تهنا كده وانت وحظك بقى، يا جاب نتيجه يا ما جابش نتيجه. كلمينا عن النتيجه يا دكتور، وكلمينا نستخدمه ازاي وكم مره في اليوم للبشره. كريم بينكي بيستخدم مره الصبح ومره بالليل. كريم بينكي طبعا الكريم صورته بتطلع الشاشه، وبحط على ايدي وابتدي انقط هنا. والبنات الحته دي عندها غامقه بقى بتزيل الشعر بطريقه معينه او التعرض للشمس، كتير قوي بلاقي بنات حوالين بقهم غامق، مش ما يصحش يعني. ده من ازاله الشعر يا دكتور؟ طبعا. وبتلاقي بقى بتحط بقى ميك اب وحاجات. لا انا عايزه كل ده يبقى شكله مبيض وحلو. فما ننساش الحته دي. الحتت دي والرجالة كتير بيبقى عندهم زبيبة الصلاة برضو باينة. فأنا أقدر أن أنا أنقط هنا وتحت العين عند العظمة أنقط وطبطبة خفيفة جدا تحت العين، فيري سوتبل ومناسب جدا تحت العين. المساج يا جماعة يبقى من تحت لفوق عكس الجاذبية الأرضية عشان الجو لاين دي تبان، عشان لما يعمل فيس ليفتنج طبعا هو كريم بينكي بيشد البشرة. بس مش الشدة اللي هي يعني ممكن تقولي واحدة مثلا عندها تهدل شديد جدا، لا ده لازم بقى خيوط، لازم عمليات تجميل، شد جراحي، لكن الشده بقى الخفيفه اقدر بكريم بينكي. ونلحق نفسنا يا دكتور، مش لازم, لازم نستنى لحد ما يظهر العيوب، مش لازم نستنى لحد ما بشرتنا تهدل، نبدا من بدري. نبدا طبعًا. من سن كام سنه يا دكتور؟ ابدا من سن 14 سنه عادي جدا. اصلا كريم بينكي بيستخدم للبيبيز، فاي سن اقدر استخدمه يعني ما عنديش مشكله. اولا هو كل مكوناته طبيعيه، ما فيهوش اي حاجه تقلق. ايه بقى المكونات؟ المكونات مستخلص التوت البري، ده بيفتح جدا وبيغذي جدا وكله نيوترينتس ومعادن وفيتامينز، منها فيتامين سي وفيتامين اي. عندي مستخلص عرق السوس، المستخلص العرق السوس ده السورس اوف برايتنس. عندي كمان مستخلص الشاي الاخضر،
عندي ماده الساليسين، دي الماده اللي بتعمل تقشير بلطف، يعني انا مش هحس ابدا ان وشي مقشر، ومش محتاجه ان انا استخدم كريم بينكي وافضل قاعده في البيت لحسن انا مستخدمه مواد تقشيريه. لا 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 لا، كريم بينكي هو التقشير الفين وبيزيل الخلايا الميته ويسيب البشره ناعمه جدا. عندي ماده السكوالين، ماده بتعمل ترطيب عالي قوي، هي وطبعا الشيا باتر اللي هي زبده الشيا والكاكاو باتر. فانا عندي مكونات بتفتح البشره، كلها مضادات اكسده، بتعالج الهالات السوداء، بتعالج التصبغات، وبتحمي من ظهور الفاين لاينز. مهم يا مي اقول انه مرخص من وزاره الصحه المصريه، لان ممكن ناس تقول لي طب هل هو كريم مرخص؟ فطبيعي ان انا اقول طبعا اكيد مرخص من وزاره الصحه المصريه. بما انه مرخص من وزاره الصحه يا دكتور، نقدر نحصل عليه من جميع الصيدليات بالتاكيد؟ طبعا احنا دلوقتي بنحاول نحطه في صيدليات، لانه يعني احنا متفقين مع شركات توزيع معروفه جدا وبنوزع في الصيدليات. ممكن الاقي عميله تقول لي ما لقيتوش في الصيدليه اللي تحت بيتي، كلمي عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه، عندنا مناديب في معظم جمهوريه مصر العربيه، بنوصل لحد باب البيت كمان. جميل، بشكرك يا دكتور، نورتينا واسعدتينا بوجودك معانا، وبنصحكم مشاهدينا محدش يستنى لحد ما تبدا تظهر العلامات المزعجه اللي بتزعجنا في بشرتنا، مش لازم نستنى لحد ما بشرتنا تكرمش وتهدل ويبقى شكلنا مش راضيين عنه، ابداوا من بدري، اهتموا ببشرتكم، اهتموا بتغذيتكم وشرب الميه والنوم بدري. بشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم، كان معانا النهارده دكتور دينا ابو صعود. هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل فقرات طبيب البلد، اشوفكم على خير، ميل بحيري.